ولان اللقاء ديالنا اليوم في العمل ديال الضربي ده يدخل في اطار الجولات اللي بديناها في على مستوى الاقاليم والعمالات ديال الجهه الضربي ده استات. الهدف منها هو من هذه الجوله هو اننا نخرجوا للميدان مع الفاعلين على مستوى الهيئه الترابيه سواء المنتخبين او ممثلي المجتمع المدني او ممثلي المؤسسات المنتجة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وبطبيعة الحال الممثلين ديال الإدارات العمومية، اللي أولا تعرف على الأولويات اللي عند هاد الفاعلين المختلفين، وكذلك الإنصات ونذكروا معهم المنهجية اللي بها غادي نحدوا بعض المخططات اللي غادي نعتمدوا عليها في العمل وفي الأولويات ديالنا، منها المخطط ديال الجهوي للتنمية، منها المخطط للإعداد التراب، ومنها المخطط المتعلق بالنقل والتنقل. وهذه كلها مخططات محوريه مهيكله، واللي كذلك غادي تاثر المخططات اللي غادي يقوموا بها لا مجالس العماله والاقاليم لا الجماعات. الاولويات في اطار المهام ديال الجهه، كل ما يتعلق بطبيعه الحال بالتضامن بين في المجال الترابي بين العالم القروي والعالم الحضاري، معتمدين في ذلك على المؤهلات اللي الان اصبحت مؤهلات متعدده. الان عندنا جهه فيها قطاع صناعي راسخ، فيها قطاع خدماتي، فيها قطاع فلاحي، فيها قطاع سياحي، ولكن هذه القطاعات كلها مازال عندها هامش انها تطور. وفي هذا الاطار تيخصنا بطبيعه الحال نتجاوزوا بعض الاشكاليات وبعض العراقيل ونحسنوا البنيه التحتيه ونحسنوا كذلك التكوين. هذا كله غادي ان شاء الله يكون عندنا فيه تدخلات الى جانب فاعلين اخرين سواء على المستوى الوطني او المستوى المحلي.